ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة سكينة السورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معايا في الصور ديال الفيديو غادي نحضروا أروع طورطة كتجي رائعة جدا. عشاق الحامض أو الليمون كتجي محشوة بكريمة ديال الليمون كتجي رائعة جدا. تبعوا معايا الفيديو إلى الآخر باش نكتشفوا الطريقة والمكونات والمقادير كيف ما عودتكم دائما عن الوصفات الساهلين والجد جد اقتصاديين. ما تدخلوش علينا بلي لايك وبتعليق ديالكم البنائين. وبالنسبه للمشتركين اللي اول مره كينضموا لقناتي كنقول لهم مرحبا بكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش دائما توصلوا بالجديد على قناه سكينه السويريه. شكرا لكم المتابعه، ونبداو على بركه الله نقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير ديال العجينه ديال التورته ديالنا. هادو هما المكونات كيف ما كتشاهدوا معايا. عندي هنايا 3 ديال الكيسان ديال بعبر ديال العنبه، يعني عبار كيسان ديال العنبه 3 كيسان من الدقيق الفورس ديال الحلويات. وعندي هنايا نص كاس من سنيده اي سكر الخشن، نص كاس من الزبده تكون دائبه يعني ذوبتها من قبل، رشه من الملح. عندي هنايا خماره واحده يعني الحلويات خماره واحده. عندي هنايا حامضه اللي حكيتها خديت غير البشر ديالها يعني غير القشره ديالها حكيتها في حكاكه رقيقه. وعندي هنايا جوج بيضات من حراره المطبخ يعني ما يكونوش في الثلاجه يكونوا خرجتهم من قبل. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا كيف ما دائما عودتكم ندرج معكم المقادير كنعاودهم دائما مع التحضير. عندي هنايا 3 الكيسان ديال العبار ديال العنبه، وعندي هنايا نص كاس ديال الزبده دائبه تكون ضروري تكون دائبه ما تاخذوهاش هكاك لينه اي نوع ديال الزبده. وعندي نص كاس ديال سنيده اي سكر الخشن، ورشه من الملح وخماره وحده. وخديت هنا معلقه صغيره من بشر ديال الليمون الحامض القشره ديال الحامض معلقه صغيره، وكنحاول نبسبس كل شيء يعني ما كنعجنش كنبسبسها باش تدخل ليا داك الزبده في الطحين جيدا. ثم كنضيف البيضه الاولى، والبيضه الثانيه كنخلي منها غير واحد المعلقه ثمان معلقه كبيره من بياض البيض باش غندهن به السطح ديال التورته ديالي. كيف ما كتشاهدوا معايا غير كنجمع ما كنعجنش اي عجينه فيها الزبده ما كان ماشي من الضروره نعجنوها غير كنجمعوها. ثم كناخذ واحد الكيس بلاستيكي او سلوفان وكنجمع فيه هاد العجينه ديالي وكنوضعها في الثلاجه لمده 10 ديال الدقائق او 15 دقيقه حتى ترتاح ليا شويه لان فيها الزبده باش ما تجينيش كتلصق باش تجيني ساهله في التليق ديالها. كيف ما شفتوا العجينه ديالنا كتكون لينه مقاسها مخفيفه بنفس المقادير والمكونات تبعوهم يعني الله يرضي عليكم بالضبط باش تنجح معكم التورته. كيف ما شاهدتوا معايا انايا خديتها على شكل طولي لاني غنديرها في المول يعني طويل، ممكن تشكلوها الشكل اللي بغيتوا على حسب المول اللي عندكم. كيف ما شفتوا معايا خديت واحد بابي كويسون او كيس بلاستيكي، ممكن ديروا كيس بلاستيكي او بابي كويسون، ضروري من بابي كويسون يعني ورق ديال اللي كنديروا في الطاوات، لانني منين من بعد ما غنطلقها غنديرها مباشره باش تساعدني مباشره غنحطها في المول اللي غنخدم به. هذا هو المول اللي غنخدم فيه التورته ديالي. كيف ما شفتوا معايا حجم طويل راه معروف، ممكن تخدموه في اي مول عندكم يعني يكون مربع او دائري. كيف ما شفتوا معايا انا كناخذ العبار وكناخذ هذه العجينه هذه الزائد ما كنعجنهاش غير كنجمعها ونعاود نجمعها في كيس بلاستيكي باش هي غنعاود نطلقها باش غتكون هي في الواجهه ديال التورته ديالي. كيف ما كتشاهدوا معايا انا قلبت خديت البابي كويسو قلبته مباشره على المول اللي غنخدم فيه بهذه الطريقه. لهذا قلت لكم ضروري تطلقوا العجين ديالكم فوق كيس بلاستيكي اي ميكا يعني تكون نقيه او ورق ديال اللي كنديروه في الطاوات بابي كويسون. كيف ما شفتوا معايا انا كنحاول نلصقها في الجوانب كنضغط غير بشويه يعني ما تورقوش باش ما تديرش واحد الثقوب لانها هشيشه فيها الزبده حيت هي تقريبا بحال تماما عجينه ديال صابلي. كيف ما شفتوا معايا كنحيد هاد الزوائد كنحاول ندور بالاصبع ديالي جيدا على الحواف باش يوقفوا معايا الحواف جيدا حيت بغيت الحواف يكونوا شويه واقفين لان الطبقه اللي غادي ندير من الفوق هي اللي غنثبتها في هذا الحواف. ثم كناخذ واحد الفورشيت او كيغدون وكندير ثقوب باش يعني ما تبوقش ليا وما تنفخش ليا ملي تكون كطيب.
يعني هاد العمليه راها معروفه في العجينات اللي بحال الصابلي. كيفما شاهدتوا معايا درت هاد الثقوب وغنوضعها جانبا وغنمشيو نحضروا الكريمه ديالنا. الكريمه ديالنا عندي هنايا تقريبا عصرت واحد 3 ديال الحامضات، عطاوني نص كاس من عبار العنبه ديال الحامض، وعندي هنايا تقريبا واحد 5 او 6 ديال المعالق ديال السكر. ممكن ديروا تزيدوا ممكن تنقصوا على حسب الذوق ديالكم الحلاوه اللي كتبغيو. وكناخذ واحد معلقه صغيره من قشره ديال الحامض اللي كنت حكيت ودرتها في العجين، وعندي نص كاس ديال الحليب. ضروري ندير في هذه الكريمه نص كاس ديال الحليب باش نهرس داك الجهد ديال الحامض. عندي هنايا واحد 3 ديال المعالق ديال لا كريم باتيسري، 3 ديال المعالق ديال لا كريم باتيسري. ممكن تعوضوه بالنشا، الا ما توفرش عندكم لا كريم باتيسري ممكن تعوضوه بالنشا. ثم كنضيف واحد كاس ديال الماء من عبار ديال العنبه كيفما كتشاهدوا معايا. عندي نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الليمون معصور ما زدتش فيه الماء، دابا عاد زدت كاس ديال الماء. ثم كنضيف واحد شاصيه ديال الفلو ديال الفاني عاديه، وجوج معالق او 3 ديال اما لا كريم باتيسري اما النشا، والسكر حسب الذوق، والقشره ديال الحامض كنوضعوا على النار مهيله مع التحريك حتى كنحصل على واحد الكريمه عاقده. كيف ما كتشاهدوا هي النار مهيله وانا كنحرك ما كنحبش حتى كنحصل على واحد الكريمه كتجيني عاقده. ثم كندوز كنطلق العجينه اللي بقات ليا. كناخذ الكريمه يعني تنخليها واحد شويه تبرد ماشي مباشره من النار نفرغها. انا قلبتها في هذا الكاس بلاستيكي باش الحراره ديالها تنخفض. كنفرغ وما تفرغوهاش كلها، يعني خليه واحد شويه فين ديروا العجينه. انا عمرتها تقريبا عمرت بزاف ملي غادي ندير العجينه، غادي تحفر ليا واحد شويه من الجناب ولكن معليش. كيف ما شفتوا كيف ما قلت لكم ضروري تطلقوا هذا العجين فوق بابي كويسو. انا جيت نطلقها وطلقتها بالزربه ما جبتهاش، يعني مقاده معها نيشان، هي باقي زائد ليها ولكن لحتها بزاف لذاك الجهه. معليش انا غنعالج الموقف، غنقطع من هنا ونلصق ليه، لان هاد الحلوات بحال هادو بحال الشكل ديال العجينه ديال الصابلي عادي واخا تكون شي حفره ولا هذا كنحيدو منها ونلصقو منها، ما كيبانوش فيها لي ديفو. كيف ما شفتوا معايا كنلصق جيدا بالاصبع ديالي العجين الاول اللي درته كنت طلعته. منين كندير الكريمه وكندير هاد الطبقه ديال العجين كنحاول نلصق جيدا، كنتاكد بانهم لاصقين باش ملي تكون كطيب ما تخرجش ليا داك الكريمه. كنثقب واحد شويه بالفورشيت ثم كندهن بياض البيض. انا ديجا درت الفران ديالي سخون جيدا. عندي هنايا شويه ديال اللوز ايفيلي، ممكن ديروا الكاوكاو او اللوز عادي يكون مهروش غير ما يكونش محمر، لان غادي تدخل الفران طبيعي الحال غادي تحمر. الفران انا درته يسخن جيدا، مجرد ما غنوضعها في الفران غادي نقص للصفر كالعاده، لانها خاصها تطيب على مهل لان فيها حشوه وجوج طبقات. انا غندخلها الفران على مهل وكنغطيها بطبيعه الحال ببابي الومنيوم باش اللوز ديالي ما يتحرقش والطبقه الاولى ما تتحرقش، يعني تطيب ليا تنتاكد بان الطبقه اللي لتحت بانها طابت وخدات اللون الذهبي، عاد كنحيد بابي الومنيوم وكنهبطها لتحت او كنخليها غير الفوق حتى كتحمر ليا جيدا، عاد كنخرجها من الفران. المده ديال الطهي ديالها من 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، يعني ما كتاخذش الوقت بزاف، بحالها بحال العجينه ديال الصابلي. ها هي دام من بعد ما وجدت ليا كيف ما كتشاهدوا معايا راها طابت وجات مذهبه رائعه جدا، وراء الحجم ديالها كيتضاعف واحد شويه، يعني راه كتنفخ كيف ما شاهدتوا معايا فيها الخميره. بالنسبه للتزيين لكم الاختيار، ممكن تخليوها هكا، ممكن تدهنوها بالناباج او بالكونفيتور. انا خديت هنايا واحد معلقه كبيره من السكر بودره اي سكر كلاصي ودرته من الفوق بالصفاية، وتبقى لي واحد شويه ديال الكريمه ديال الحامض كنبقى ليا، درته في واحد الكيس بلاستيكي. ثم كندير واحد الخطوط، ممكن ديروا اي حاجه للتزيين، ممكن ديروا لها غير سكر كلاصي وتخليوها او دهنوها غير بالناباج او الكونفيتور كتجي رائعه جدا. هذا غير بقى ليا وقلت راه نديروا اضافه ما نضيعوش. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي التورته ديالنا كتجي رائعه جدا وما كتاخذش منا لا مجهود ولا مقادير ولا وقت، يعني كتوجد في وقت وجيز جدا، والمكونات بساط جدا، كتجي رائعه وكتذوب في الفم. عشاق الحامض او الليمون ممكن ديروا بلاصه الحامض ممكن ديروا عصير ديال الليمون، لكم الاختيار. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقطعها راه باقا سخونه، كتقطع يعني بسهوله وفتيه،
كتجي كتفرتت كتدوب في الفم، يعني بحال اللي كتاكلي ما بين مزيج ما بين عجينه صابلي وباتفيتي، وكتجي يعني بحال ما هي ملفاي، ما هي صابلي، كتجي هشيشه، كتجي رائعه جدا. صدقيني سيداتي جربيها وما غتبقاش تستغني عليها، غير جربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق ديالكم. كتجي رائعه جدا كيف ما كتشاهدوا معايا، كتجي كتفتت وهي راه باقا دابا سخونه، يعني كان عليا نقطعها نخليها تبرد واحد شويه باش حتى الكريمه كتزيد تعقد. كتجي رائعه جدا. كنتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم. شكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش دعمونا بلي لايك وبالتعاليق ديالكم البنائين. وبالنسبه لي اول مره كينضم للقناه سكينه الصوريه كنرحب به، ما ينساش يفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد على قناه سكينه الصوريه، ودمتم في رعايه الله.